الله. يعني برضه يا كابتن عادل، وجود الكابتن خطيب كرئيس للبعثة اعتقد ان له دور مهم جدا. اكيد، ما هذه الخبرات اللي انا قصدتها، ان الاداره عندها من الخبرات من سنه 2005، واعتقد انت كنت مشارك. الخبرات دي بتخليك كاداريا وفنيا بحكم ان رئيس النادي لاعب كوره، دي كلها خبرات بينقلها للجهاز الفني وبينقلها للاعبين. التواجد في مكان واحد لمدة 10 أيام في وجود القيادة، أعتقد باستمرار هيبقى فيه عملية التوجيه، والتوجيه دايما بيبقى فيه نوع من الإيجابية مش السلبية. النهاردة لما بنلاقي الفرقة بتطلع من الماتش البايرن، على طول الإشادة بأدائهم، لو هناك فيه اي نوع من انواع الجانب التكتيكي، بيبقى انا قاعد مع الجهاز الفني ليا توجيهات، لان انا برضو لاعب كوره على مستوى عالي جدا، وبالتالي عمليه التوجيه او عمليه اخذ الراي وتبادل الاراء بتبقى عمليه برضو في محلها. الاداره عندها الخبرات 5 مرات ودي المره السادسه. الجهاز الفني، انا شفت تصريح لموسيماني بيقول الشغل في كاس العالم كان محتاج شغل بعد كده اقوى من كده. فهو تخيل انت بقى كابتن اسلام، بتقابل الفريق صاحب الارض الدحير، وبعدين بايرن، وبعدين بالميراس بطل اوروبا وبطل امريكا، ثم الدحير اللي هو صاحب الملعب. فتلت يعني القرعه ما شاء الله فعلا كانت قويه جدا، لكن ولادنا ولله الحمد نجحوا فيها نجاح فوق العاده. وبقول حتى ان شاء الله البرونزيه بتاعتنا بكره ان شاء الله، وعلى لا قدر الله لو احنا المركز الرابع، لازم نضرب تعظيم سلام ونطلع نقابلهم في المطار، سواء بالبرونزيه او من غير البرونزيه، لان الحاجه دي ان انا بدون خبرات خالص واوصل لمركز ثالث ومركز رابع، ده بيعتبر اعجاز. احنا النهارده بتلاقي فريق النادي الاهلي وهو بيأدي، وما فيش الشوط الثاني بالذات لما الرهبة راحت ابتدينا نجاريهم في الأداء، ما فيش شك انه كان هناك أخطاء بسيطة كان ممكن نتلافاها، لكن انت جايبين فينا الجول في الدقيقة 87، الجول الثاني، يعني نتيجة 1-0، وكان ممكن جدا في تغييرات شوية في الشوط الأولاني كان ممكن ان احنا نخطف هدف. وشفنا كورة طاهر، محمد طاهر لو هاني لعبها له جامده شويه كان ممكن، لو اتلعبت بدماغه راحت على العارضه البعيده، لو الكره ملعوبه له. طبعا انت كظهير يمين عارف ان الكره دي لما لو اجمد شويه، لو اتلعبت جامده شويه كان طاهر لما طار ولعبها بدماغه كانت ممكن تعدي، وكانت تبقى بتشكل خطوره. في اكتر زي ما قال الكابتن سيد عبد الحفيظ، في اكتر 3-4 كور كان ممكن يبقى فيه، لكن مفيش شك ان الولاد ان شاء الله بيعوضونا وبيشرفونا بكره ان شاء الله. الاداره قايمه بالواجب على اكمل وجه، الجهاز الفني قايم بدوره على اكمل وجه. لما يكون في سلبيات، السلبيات دي قليله جدا بالنسبه للانجازات اللي الراجل محققها وللعيبه محققها.